الله، يعني ايا كان الذنب، يعني يرجع العبد من رمضان اذا اخلص في العباده كيوم ولادته امه بالضبط، الا ذنب واحد وهو معروف ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يقبل توبه التائبين، الله كريم، الله يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا خائبتين. على العبد ان يدعو ربه تبارك وتعالى بكل اخلاص وبكل حب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعشرة دولة كان سيدنا النبي والصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى هذا اليوم يستغلوا كل دقيقة وكل ساعة في هذه الليالي. ليه؟ اليوم اللي يعدي الساعة مش هترجع تاني إلى يوم القيامة، وهي ساعة بتعدي من عمرك ويوم بيعدي من عمرك، فاستغل الفرصة دي، استغل الوقت ده في طاعة الله. ما هو ربنا لازم يشوف منك انت بتعمل، انت بتقدم لله ولا شو بتقدم لله. انت لو معاك حاجة هتتعب في الحاجة، في الحاجة عشان تيجي عندك لازم تصحى بدري وتشتغل كويس عشان ربنا يكرمك في حاجة انت عاوزها. اهو رمضان كده بالظبط، رمضان عامل زي المسابقة، تجار دخل السوق وكل واحد من التجار دول عرض السلعة بتاعته وعرض البضاعة بتاعته، والتاجر الشاطر هو اللي بيعرف يعرض ازاي البضاعة ويسوق ازاي البضاعة عشان يبيع كويس ويربح كويس. اهو رمضان ده عامل زي السوق بالضبط، واحنا كل واحد بيعرض البضاعة بتاعته. ما هي البضاعة بتاعتنا؟ الصيام، من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت عارف ليه النبي كان بيعتكف في العشر الأواخر؟ عشان تحارب ليلة القدر. النبي اعتكف في أول 10 أيام من رمضان، واعتكف في العشر الأواسط، واعتكف في العشر الأخيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحري ليلة القدر. فاعتكف في العشر الأوائل ظنا منه أنها في العشر الأوائل، فأخبر أنها ليست في العشر الأوائل. فاعتكف في العشر الأواسط فأخبر أنها لا، فاعتكف في العشر الأواخر تحري ليلة القدر.